بربي بارتاجي وخلي الفيديو يوصل. تبدا قاعد كيف خيرك شارك تهبط فيديو فيه تصاور الكلام اللي عملت معاهم ورشة كتابة، فجأة يتلطخ لك تعليق فيه وصلة وعظ ما عنده حتى علاقة بالموضوع، تسبهل شوية تضحك، بعد تقول خنجاوه يا صديقي الصورة فيها وفيها، اللهم صلي على النبي يخلط بيك الليفل الوحش، يلتخ لك تعليق يتهم فيك بالعمالة ومساعدة في محاولة التوطين. علاش نحب نوطنهم؟ جايين يهنسوني من قلة أهلي وناسي، من قلة أصحابي، من قلة الناس اللي نعرفهم، ونبخ السم في العسل، وبرمشي يسأل سعدية مصباح عليه، معرفة سعدية مصباح تهمة؟ تي لي الفخر والشرف أني نعرف سعدية مصباح، من أشرف ومن أنظف الناس اللي تنجم تعرفهم. كل عائلة مصباح دخلت لديارهم وكليت معهم ماء وملح. يا صديقي نحب نهدي المخك وخر كالخر معطلي في باروكة البعبع لي، منشلخ منزلخ مشرئب الفتحات بجنيان. انا نقدم في فن هابط، جرحتني شعمتلك، وانا محملتش حبك في القلب يخربش حيط. اخي بعيد بالحق بالحق، بعيد عن تفديك. اخي شنكملوا هكا، هنا نحن ذاهبون. اخي مش نحن متفقين على فكرة اللي هو حب الوطن؟ يعني لازم نكونوا مع بعضنا، بلينا إلا بعضنا، مالينا إلا بعضنا يا مجانين.